بنبارك لك على تولي كابتن ميدو المسؤولية الفنية لا دي مش مباركة على قد ما هي مسؤولية لميدو ان هو يثبت نفسه ويثبت ان هو مدير فني يستحق يكون مدير فني لنادي الزمالك، لكن خطوة ان شاء الله لان هو يبقى مدير فني منتخب مصر، مدير فني كبير في العالم كله. ف ده توجه بس ان احنا نعمل حاجة مختلفة وفي نفس الوقت مدروسة. احنا قعدنا نناقش القرار ده لمدة 3 ايام بعد ما حصل شد وجذب وكانت اراء مختلفة، لكن في الاخر والاراء اتغيرت. يعني انا كنت من المعارضين ثم اصبحت من المؤيدين، واتمنى ان هو ان شاء الله يكون يطبق كل اللي هو قعد معانا وقال هو ناوي يعمل ايه وخطته ايه وتوجهه ايه فاتمنى ان شاء الله يحقق. مجلس الاداره خد قرار يعني شجاع جدا ان هو يخلي ميدو يتولى المسؤوليه في الفتره ديت، وفتره ان الفريق بيمر بمرحله عدم اتزان في الدوري، فعايزين برضو يعني نعرف، شفت حضرتك التدريب النهارده ازاي والروح اللي كان عليها اللعيبه، وهل بداتوا تطمنوا شويه للاختيار بعد تدريبه النهارده؟ طبعا هو ميدو كمدير فني هو شكله مدير فني مختلف عن المديرين الفنيين اللي شفناهم قبل كده في مصر يعني. لكن يمكن الاختلاف ده ممكن يحقق نتيجه ان شاء الله، بتمنى له يعني. انت عارف انا مش كروي قوي، لكن كابتن ايمن يونس هو المسؤول عن الملف الكره، وتمت مناقشه الموضوع ده فيه وناقشناه من كل الجوانب. لا انا ان شاء الله متفائل ان ميدو هيعمل حاجه، وعايز اقول لك حاجه، ما فيش حاجه انت تبكي عليها. انت خسران دوري بقالك 8 سنين، عليك مديونيه 270 مليون جنيه، فاحنا بنحاول ننقذ النادي، والنادي ده مش هيتنقذ زي ما البلد دي مش هتنقذ الا بانك تدور على طرق ابداعيه او طرق مختلفه ان انت تقدر تجيب موارد وتقدر تحرك الميه. يعني كون ان انت تجيب نجم زي ده فانت بتدي امل لجيل قبله بشويه او بعده بشويه ان لا في امل وفي ناس ممكن تجيب، ممكن تعمل حاجه مختلفه. وانزل واثبت نفسك النهارده، هو الدور جه عليه ان هو يثبت نفسه ويرفع راسنا ان شاء الله، وان شاء الله هو هيرفع راسنا. بالنسبه برضه لازمه شيكابالا، يعني احنا عارفين العلاقه اللي بين شيكابالا وما بين ميدو، فهل تولي ميدو المسؤوليه هيسهل عوده شيكابالا مره اخرى؟ بالتاكيد ده عامل مهم، لكن ميدو شيكابالا من قبل ميدو هو بيتكلم معايا ان هو عايز يرجع، لكن عنده مشاكل فبنحاول نحلها وبنشوف ازاي نقدر نحلها. فلا ان شاء الله شيكابالا سواء بوجود ميدو او عدم وجود ميدو كان عنده رغبه. انا بوعد الناس ان شاء الله في خلال فتره قريبه جدا انا هرجع لكابتن ايمن يونس وهقعد مع شيكابالا ان شاء الله، وشيكابالا هينزل تدريب قريب جدا وهيرجع لمكانه، لان مفيش وقت ان احنا نختلف مع بعض اذا كنا ناويين تعملوا حاجه للنادي ده. انا لازم اقف جنب ميدو، وميدو لازم يقف جنبي، وشيكابالا لازم يقف جنبنا احنا الاثنين. لا يعني انت بتتكلم على جيل لازم يسند بعضه خلاص، وبتتكلم على ظروف دوله وظروف مؤسسات في الدوله ان هي محتاجه ان كل الجهود تتضافر كويس. فمش ممكن احنا كجيل عمالين نقول الكبار خدوا فرصتهم مش عارف ايه، ونيجي احنا لما ناخد الفرصه نبتدي نقول لا ونفشل. فدي فرصتهم وفرصه شيكابالا، فرصه ميدو، فرصه احمد مرتضى، واحنا امتداد لاجيال كبيره كانت محترمه جدا في نادي الزمالك، فعايزين زي ما هم شرفوا النادي ده نكمل نفضل للنادي بكرامته وباحتفاظه بقدرته على المنافسه والفوز بالبطولات. بالنسبه لملف تنميه موارد النادي اللي حضرتك ماسكه، قلنا عايزين ماسك الملف ده استاذ هاني شكري، لكن انا بشتغل في كل حاجه. انت عارف يعني ايه الواحد، هي ما فيش وقت، وانت لازم تشتغل بايدك واسنانك عشان تلحق النادي من النادي كان بيتدمر خلاص. فاحنا شغالين كل واحد في مجاله، انا ماسك تحصيل المديونيات يعني خلاص، قدرت احصل حوالي تقريبا 2 مليون جنيه خلال الشهرين. ده مبلغ مش ضخم قوي، لكن اهو سند في وقت في المرتبات واللعيبه ومش عارف ايه. لكن كل ده بمجهودات مجلس الاداره بالكامل، كل الناس بتشتغل وكل واحد ناجح الحمد لله في مكانه، واحنا بننافس بعض. اخيرا عقد الرعايه مع الاهرام خلاص؟ والله بص انا الموضوع ده عملت اللي عليا، الاهرام كانت مقدمه عرض، انا بلغت الاخبار تقدم عرض، فالاخبار قدمت العرض. هنشوف انهي العروض افضل ونختار. انت في الاول وفي الاخر بقى هي ده اللي معروض عليك خلاص. هو طبعا قيمه ماديه لا تساوي قيمه نادي الزمالك ولا تساوي قيمه الاخبار ولا الاهرام، لكن في الاخر انت مزنوق وعندك لعيبه وعندهم التزامات
واعضاء مجلس اداره حتى لو بيدفعوا من جيبهم على قد ما بيقدروا، نادي الزمالك هو لازم اللي يقف على حيله، مش لازم يحتاج لاحمد مرتضى او الاستاذ ممدوح او لايده او لهاني شكري، نادي الزمالك لازم يبقى عنده فلوسه. فلذلك احنا خدنا قرار مهم جدا اللي هو قرار اجراء الانتخابات في شهر 3، لان لازم يجي مجلس منتخب يعمل مزايدات ومناقصات مظبوطه تمتد لخمس سنوات، عشان احنا ما نقدرش ناخد نعمل تعاقدات تزيد عن فتره قعدنا. حضرتك هترشح في الانتخابات؟ لو ميدو نجح ولو شيكابالا نجح ولو المجلس ده نجح هرشح نفسي ان شاء الله، لكن لو فشلنا هرشح نفسي اعمل ان شاء الله. ان شاء الله خير. شكرا.